في فيديو اليوم باش نوريكم كيفاش تستعملوا ال HC05 موديل بلوتوث هذايا مع الاردوينو. واول حاجه باش نتعرفوا على البين نتاعه، كيفاش نبدلوا له اسمه والمود باس، وبعد باش نستعملوه مع ابليكاسيون تتصب في التليفون باش نتحكموا في كرهبه صغيره عن بعد. لهنا عندنا state pin، نستعملوها باش نشوفو اذا كان الموديول كونكتي والا لا. البين هذه تخرج لي 0 فولت وقت يبدا البلوتوث دي كونكتي، وتخرج لي 3.3 فولت وقت يبدا كونكتي. الريكس دي باش نقبلو بها لي دوني من الاردوينو، والتي اكس باش نبعثو بها. الجي ان دي والفي سي سي باش نخدمو بهم الموديول، ونعطوه تنسيون بين 3.6 فولت و 6 فولت. اخر حاجه البين او ان، واللي تخلينا نبدلو ما بين المود داتا والمود اتي كوموند. المود داتا هو المود نورمال اللي يبعث ويقبل فيه البلوتوث لدوني مع بلوتوث اخر، والمود اتي كوموند هو المود اللي نبدلو فيه لي بارامتر نتاع البلوتوث كيما النوع والمود باس. كيف تبدا البين او ان؟ ما هيش مربوطه بحتى شيء. الموديول نتاعنا يخدم في المود داتا. كيف تبدا سوتونسيون؟ الموديول يخدم في المود اتي كوموند. بار ديفو الموديول اسمه HC05 والمود باس متاعه 1234، ونجمو نستعملوه ديريكت في اي ابليكاسيون. اما كيف نحبو نبدلوهم لازم نتعدو للمود اتي كوموند. واول حاجة نعملوها نصبو بروغرام فارغ في الاردوينو، نربطو ليريكس و تي اكس متاع البلوتوث ريسبكتيفمون بالليريكس و تي اكس متاع الاردوينو، الجي ان دي بالجي ان دي، والفي سي سي متاع البلوتوث بال 5 فولت متاع الاردوينو، والبين او ان نربطوها بال 3.3 فولت متاع الاردوينو. نربطو الاردوينو بالبي سي، وكيف نشوف الليد هذه تشعل وتطفى كل ثانيتين، معناها نحنا تو في المود اتي كوموند. طريقة اخرى نجمو نتعدو بها للمود اتي كوموند، نحو البين او ان ونستعملو البوطون الموجود على البلوتوث، ونبقو رزنين عليه وقت نربطو الاردوينو بالبي سي. بعد نمشو للمونيتور سيري ونبدلو البود ريت 38400، خاطر الفيتيس دو ترانسميسيون في المود اتي كوموند 38400 بيت بار سيكوند. كيف نكتبو اتي بلس نيم بوان دانتروغاسيون ونعملو انتري، يعطينا الاسم تاع البلوتوث. وكيف نحبو نبدلوه نكتبو اتي بلس نيم ايغال، نحطو الاسم اللي نحبو عليه. كيف نحبو نشوفو الاسم تبدل والا لا، نعاودو نكتبو اتي بلس نيم بوان دانتروغاسيون. باش نشوفو المود باس نكتبو اتي بلس بي اس دبليو دي بوان دانتيروغاسيون، وباش نبدلوه نكتبو اتي بلس بي اس دبليو دي ايغال، ونحطو المود باس اللي نحبو عليه انتر دو غيمي. باش نشوفو المود باس تبدل والا لا، نعاودو نكتبو اتي بلس بي اس دبليو دي بوان دانتيروغاسيون. تويكا باش نتحكمو في الكهرباء هذه بالبلوتوث، نربطو ليريكس و تي اكس متاع البلوتوث ريسبكتيفمون بالتي اكس و ليريكس متاع الاردوينو. نخلو البين او ان ونلقوها زاده مكتوبة كي، ما هيش مربوطة بحتى شيء، باش البلوتوث يخدم في المود داتا. والباقي نربطوه كيما تشوفو قدامكم في الشيما. بعد ما تكمل تصنع الروبو متاعك تمشي للبلاي ستور وتهبط لابليكاسيون اردوينو بلوتوث ار سي كار. الابليكاسيون هذه فيها انترفاس، كل ما ترزنا لبوطون يتبعث كاركتير والا نيميرو باش نستعملوه في الكود باش نتحكمو في الكهرباء نتاعنا. في البروغرام اول حاجه عملت ديكلاراسيون انيسياليزاسيون للفاريابل اللي باش يمثلوا لي بين اللي استعملتهم في الاردوينو، ومعاهم فاريابل سميتها اكس باش نحط فيها
لي نيميرو و لي كاركتير لي باش تتبعث من التليفون للاردوينو بالبلوتوث، و فاريابل اخرى سميتها سبيد و عملت لها انيسياليزاسيون في الصفر. في الفويد ساتاب حطيت لي فاريابل نتاع لي موتور و لي ليد كوم اوتبوت، و عملت انيسياليزاسيون للكومينيكاسيون سيري في 9600 بيت بار سيكون. هذوما لي كات فونكسيون لي باش يخلو لي الكهرباء تمشي لقدام و لتالي و يمين و يسار. في الفويد لوب لي تروز انستركسيون هذوما باش نشوف اذا كان فما دوني قاعدة تجي من التليفون، باش نحطها في الفاريابل اكس، وبعد نعمل لها برينت اذا كان نحب نشوف الفالور نتاعها في المونيتور سيري. الباقي نتاع البروغرام باش نستعمل لي نيميرو و لي كاركتير اللي قاعدة تجي باش نتحكم في الكهرباء. مثال كيف يجي النيميرو 0 باش نحط الفيتيس مينيمال، كيف يجي النيميرو 7 باش نحط الفيتيس موين، كيف يجي الكاركتير جراند دي باش نحط الفيتيس ماكسيمال اللي هو ايغال 255. الفالور ماكسيمال اللي تقراها الفونكسيون انالوج رايت اللي باش نستعملوها باش نتحكمو في الفيتيس نتاع لي موتور. لهنا كي يجي الكاركتير اف نعمل ابل للفونكسيون فورورد لي باش تخلي لي الموتورات يمشيو لقدام، و الفونكسيون انالوج رايت نكتب فيها لي بارامتر هذوما، الفاريابل متاع البين و الفاريابل متاع الفيتيس. باش نشعل و نطفي لي ليد نستعمل الكاركتير متاع البوطون الموجود في الابليكاسيون لي يخليني نشعل و نطفي الاضواء متاع الكهرباء. تويك تحل التليفون و تمشي للبلوتوث و تعمل بير مع الموديول بلوتوث متاعك، من بعد تمشي للابليكاسيون تمشي تعمل connect to car. هذا هو الفيديو، ما تنساش تعمل جيم وابوني للشين، كان ما فهمتش حاجة اكتبها لي لوطا في الكومنتير، وباي باي.